ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع، كل إعادة فإفادة. خرجنا الشارع المغربي باش نسولوا المواطنين واش في اخباركم. فرنسا طاع على البق، وحنا عندنا تجربة شحال هذه كان طاي علينا البق. غنشوفوا النصيحة اللي غيعطيوها الفرنسا باش يحيدوا هذا البق ولا يداويوا هذا البق. دابا تعرفوا النصيحة من المواطنين لفرنسا، اجوا معايا. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. واش في اخبارك؟ فرنسا طاع على البق. اخباري هذه المعلومة اخباري. وشنو الدواء ديال البق في نظرك انت؟ شوف، حنا هاد المساله ديال البق حنا نتمنوا من الله ان تكون يعني ما تنتشرش بعدا، ما توصلش لنا المغرب بعدا بالدرجه الاولى، حيت غتبدا تصدر فيه فرنسا. بطبيعه الحال يعني غتصدر لك ازمه بيئيه، هذا جانب. اللي هو البق حنا كنضامنوا يعني تضامن مبدئي ولا مشروط مع الشعب الفرنسي، ولكن عندنا موقف مثلا من الحكومه الفرنسيه اللي عندها دائما قضايا، عندها دائما راي معارض ولا معادي للقضايا الوطنيه بالمغرب، وماشي غير بالمغرب فقط بل الشعوب الافريقيه كامله. وهادشي اللي شفناه اخيرا في بعض الانقلابات العسكريه، كلشي ولا كيتبرع من فرنسا وكيقول لها كفى يعني ظلما واستغلالا للشعوب الافريقيه، وباللي الشعوب الافريقيه جا الوقت انها باش تاخذ قراراتها بيدها وقادره تسير البلدان ديالها وعندها قرارات سياديه في جميع القطاعات. يعني ما نحتاجوش حنا لفرنسا باش تعطينا الدروس في هذه الامور. في اخبارك استاذ بان دابا يعني كانوا مصعبين الفيزا باش انه ياخذوها المغاربه، دابا وليتي الا بغيتي تمشي لفرنسا ما خص فيزا تحيدات، تاخذها بواط ديال دول برغوت وتمشي لفرنسا. راه من طبيعه الحال مادام هي عندها مشكل كنظن انا راه السياحه غتراجع عندها بواحد الشكل كبير. يعني شكون هذا اللي غيبغي مثلا يمشي لفرنسا دابا في هذا الوضع؟ فرنسا هي ليستوار ديال الباق اللي كان في فرنسا وهادي. دابا علاش طاح عليهم الباق؟ حيت دابا اول حاجه هذاك الشيء كوارث طبيعيه، كارثه من الكوارث الطبيعيه ديال الله سبحانه وتعالى. يعني ما يمكنش شو، حيت حنا في المغرب كبلد الخيرات وبلد الاستثمارات وسميتو شو واش وقع لنا، هذاك الشيء امر الله كيتصرف كما ينبغي. وبالنسبه حنا كنطيح علينا البق شحال هذه وعندنا تجربه فيه، باش تنصح فرنسا يديروا ليه شي دواء باش يحيدوا؟ انصح دابا حنا سابقا صافي لونتو كان عندنا في عهد جدودنا وعلى التاريخ العريق اللي كان، والحمد لله انقرض ما بقاش بقدره الهيه ووالدينا متثبتين بالدين الاسلامي وعندهم واحد الميزه على الغيره على بلادهم، الحب الوطن على بلادهم. دابا راه البرغوث انقرض، ولكن دابا فرنسا غتبدا تصدروا للدول. دابا فرنسا ما نكذبش عليك، دابا هي في الصراحه دابا حيت بقوا الثروات اللي عندنا حنا في المغرب ديالنا، دوك الخيرات اللي عندنا في المغرب شدوهم هما واستوردوهم منهم الصادرات من الواردات، الغله ديالنا اللي كاينه في البلاد خداوها لنا هما كجارتهم الجزائر، ومحاربين معنا ما حاملينناش، دايرين معنا العصا في الرويضه. البوز مؤخرا ديال فرنسا فيها البق، والمشكل انه مؤخرا كيصدروه للدول الاخرى، الدول المجاوره. وبليس دو سا سمعت ان عنده شي اولمبيات في 2024 ديال البق. المهم نتمنوا من الله عز وجل يتجنبوا حنايا والرعايا المغاربه اللي كاينين في الجاليه المغربيه اللي كاينه في فرنسا، وفرنسا المشكل ديالها مع المغرب، الله عز وجل عاقبهم بهذا المشكل ديال البق، حيت كيجبدوا المغرب وكيتحرشوا بالمغرب سياسيا. ومؤخرا تقدر تكون في راسك انت صحافي، تقدر تكون في راسك كنخرج واحد 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 الورقه ديال المخابرات ديالهم ان المغرب ولا كيتطور في المنطقه ديالو وفي المنطقه الافريقيه وانهم خصهم يضعفوه. يعني المغرب الحمد لله شق الطريق ديالو يعني تحت الرعايه ديال صاحب الجلاله الله يحميه، وبهذه المناسبه الله يخليه لينا. نتمنوا من الله يبعدوا علينا، ونتمنوا من الله عز وجل يبقاو يتلاهوا مع هذا المشكل ديالهم ديالهم. تبان المغرب طاع عليه البق شحال هذه، وعندنا تجربه في هذا الميدان ديال البق. انت كمواطن نصيحه لفرنسا. وي الا بغاو يبعد عليهم البق ويعترفوا بالصحراء المغربيه، و اليوم شرف لان يعني الصحراء المغربيه، ويعترفوا ويبعدوا عليهم المغرب، يخليوا المغرب شق الطريق ديالو. برك فرنسا طاع عليها البق. اي خباري هذا الدري الصغير خبار بان فرنسا راه طاع عليها. وبالنسبه لينا احنا المغاربه طاع علينا البق شحال هذه، وعندنا تجربه في البق، الله يبقبق السر. شنو النصيحه اللي تعطي لفرنسا؟ النصيحه اللي نعطي لفرنسا هو نقول لهم ما حد باقي عندكم هذاك الرئيس، مازال تشوفوا بق اخر من غير هذاك البق اللي كاين، مازال يشوفوا القراد القراد والجراد، هذا هو اللي كاين. نطلبوا الله السلامه ونطلبوا لهم حتى هما السلامه، ولكن خاصهم يعرفوا بحق هذا الشيء. هذا امتحان عطاه لهم الله، ونتمنوا على الله يوعوا بهذا الامتحان اللي عطاهم الله باش
شويه يوعى ويعرفوا الناس اللي تحت منهم اللي كانوا كيستهزئوا بهم وكيحقروهم وما كيعرفوش شنو خاصهم وقلعوا عليهم الحقوق ديالهم وحتى الفيزا ولاو مشدين عليها بزاف الحوايج. يعني دابا ما بقاش الفيزا في خبارك صافي تاخذ حق ديال الدول المرغوب وتمشي لفرنسا. كون عطاونا راه 24 ساعه نداويهم حنايا 24 ساعه ما تبقاش بقى عندهم يعطيونا هذا المشروع، ولكن خص تكون فيهم النيه. هما ما النيه ديالهم ما عندهمش النيه وما والو ما كايناش، هي اللي خلات هذاك البق يدور بهم. وباش غداويهم حتى 24 ساعه الا مشيتي حتى فرضنا ديناك لفرنسا اش من دواء غدير لهذا البرغوت؟ النيه ديال الله سبحانه وتعالى يداوه. غتبخ عليه يمشى في كل تحواتك تحياتي. شكرا. كنضحك معاك تقول لي طلع عليك البق، حنا كنشوفوا دابا البق ديال بصح. يعني كيكون مزلوط. مزلوط ويتابعوا الزلط وغادي يجيب البوم الكراد دابا ويجي البوم داك الشيء. حيت متابعيننا حنا اش بغاو عندنا. وشنو النصيحه؟ اش من نصيحه تعطيهم دابا انت عندك التجربه ديال البق؟ يعني كنطيع لك البق شحال هذه؟ التجربه اللي غتعطيهم باش يداويوا هذا البق هذا. ما عنده دواء. والو والغرام ما عنده دواء بحال الشكل فهمتي والله ما عنده دواء زي ما عنده دواء الوراد ما عنده دواء يطيح البرغوت ما عنده دواء يطيح ماركو ماكرو ولا اسمو ماخ ماكرو في الاخوه والهو وهر فعلا والله العظيم اللي تبع المغاربه فهمتي المغاربه صاحبي شي حاجه صاحبي تبعنا حنايا سير صاحبي دابا دابا حنا ولينا هاربين عليهم دابا هما كيبارك فرنسا طاح على البق. وهذا الخبر صراحه معروف لانه انتشر في الوسائل ديال التواصل الاجتماعي. نسال الله العفو. هو واخا هكاك راه ابتلاء زعما ما نقدروش نقولوا السبب، انما هو ابتلاء في جميع الاحوال راه بقى ابتلاء. هما كانوا مصعبين الفيزا دابا ما بقاتش الفيزا في خبارك وليتي تشري وليتي تشري دواء البرغوت وتمشي لفرنسا. بحكم تجربتي في مجال الاعشاب بحكم انني عشابه نقدر نقدم المساعدات من الجهه الانسانيه ديالي. تعطيهم الدواء. ان شاء الله نعطيهم الدواء ولا الوصفات. مرحبا لي قولي لهم الدواء قولي لهم الدواء. لا التواصل انا ما كنعطيش هكاك وازاق يتواصلوا معنا خاص ماكرو يتواصل معك. نقول لهم المغرب المغرب صدد تقديم مساعدات لهذا المشكل وحنا ان شاء الله اهبل المساعده من الجهه الانسانيه بحكم الجهه الدينيه شويه مفارقين. الجهات الانسانيه انا معاهم ان شاء الله. هانتوما فرنسا ماكرو هي عندها الدواء ديال البرغوت تحياتي.